إضرابات تجتاح سجون إيران على خلفية تصاعد عمليات الإعدام، حيث تواصل 15 سجينة سياسية إيرانية في الإضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، فيما أعلن محمد مهدي كرمي المتظاهر الإيراني المحكوم عليه بالإعدام عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على تأييد حكم إعدامه. ومع زيادة الضغوط على المحتجين السجناء في إيران، بدأت موجة إضرابات عن الطعام واسعة في السجون، ووردت تقارير تفيد بتعرض صحة السجناء للخطر وفق ما أفادت إيران انترناشونال. يجري ذلك فيما تتحدث أنباء غير مؤكدة عن إقالة قائد الشرطة الإيرانية العميد حسين أشتري بأمر من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وتحت عنوان طلاب إيران يخاطرون بكل شيء للانتفاضة ضد النظام من أجل الحرية والتغيير، كتبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن نشطاء إيرانيين قولهم إن الثمن الذي يدفعه هذا الجيل من الطلبة للمطالبة بحقوقهم آخذ في الارتفاع يوما بعد يوم، وسط شهادات لإيرانيين قابلتهم الصحيفة. نتابع ما قلناه عن أقوال بعض الطلاب والنشطاء. يتعرض الطلاب للقتل والاعتقال والمنع من الحرم الجامعي، ولهم أحكام طويلة بالسجن. النظام يزيد الضغط على الطلاب للحد الأقصى، بحيث لا يمكنك المشي أو ارتداء الملابس أو التحدث حتى الضحك بطريقة لا تتناسب مع معاييرهم. نحن ندرك جيداً أنه بمجرد توقف الاحتجاجات سيعودون إلى أقصى ضغط لهم مرة أخرى. تلقت نقابتنا تقارير عن قيام رجال شرطة بملابس مدنية باختطاف طلاب في الحرم الجامعي وضرب عشوائي من قبل قوات متطوعة، وتسبب وابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وطلقات الرصاص على الطلاب المتظاهرين في حدوث كسور في الجمجمة وإصابات في العين. ووثقت وكالة حقوق الإنسان الإيرانية احتجاجات في 144 جامعة على الأقل، وأكدت اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المعتقلين اعتقال نحو 700 طالب جامعي حكم على 44 منهم بالسجن لعدة سنوات في كثير من الأحيان. وقالت اللجنة إن أكثر من نصف المعتقلين ما زالوا خلف القضبان، ويواجه طالب واحد على الأقل تهما قد تستحق عقوبة الإعدام.